السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو. في الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 28 بالنسبه للتيرمو ديناميك. التمرين هذا اللي قال لك دون ان ريسيبيون سيلندريك فيرمي، ركز على داك فيرمي. فيرمي يعني لي شونج ديال الكوانتيتي دو شالور شحال كتساوي زيرو. صافي، راه قال لك بلي فيرمي يعني كي كتساوي زيرو، مكاينش ايشونج ديال الكوانتيتي دو شالور. قال لك باغ ان بيستون دو لا ماس نيجليجابل، عنده واحد الماس نيجليجابل يعني مهمله. قال اون ديسبون دو ان مول دير غاز بارفي دي اتوميك اتاك سي في ام و سي بي ام. قال لك انيسيالمون اليتا يعني في ليتا انيسيال اتاك بي 1 و في 1 و تي 1. قال لك لي باغوا دو سيلندر اي لو بيستون سون بارفيتمون كالوريفيجي، راه بارفيتمون كالوريفيجي. بارفي يعني راه يعني بحال اللي قلتي ديال شي حاجه اللي يعني شي حاجه اللي مثاليه. صافي، يعني بارفيتمون راه يعني ايديال، يعني ترانسفورماسيون كيدير كازي ستاتيك ولا نقولو ريفيرسيبل. هادو معطيات خصك تجبدهم من التمرين. كالوريفيجي قالك لو بيستون بو سو ديبلاسي سون فروتمون ا لانتيريور دو سيلندر. قالك ا بارتير دو ليتا انيسيال بريسيدون on applique brusquement sur le piston à pression constante P2 égal à 5 bar. يعني من بعد الفيتا انيسيال مباشر كيولي واحد يعني من يعني من مور مباشره يعني من مور الفيتا انيسيال كيولي البريسيون كونستون كيساوي 5 بار. صافي، في السؤال واحد قال لك باغ ابليكاسيون دو بروميير برينسيپ دو لا تيرموديناميك مونتري كو لا تمبيراتور T2 دو لير ا لا فان دو سيت كومبريسيون بروسك s'écrit sous la forme T2 كتساوي لينا يعني في الاول بلابليكاسيون ديال بروميير برينسيپ دو تيرموديناميك غنبينو بلي T2 كتساوي ليا T1 على CPM عامل شنو CVM هنا زائد P2 على P1 فوا R كونستان دي غاسبار. اذا هنا غنطبق البروميير برينسيپ. غير خصني نشوف هنا شنو عندي انا، عندي بيستون يعني شنو قال لك تمايا قال لك ريسيبون سيلندريك البيستون ان بريسيون كونستان. المهم عندنا هاد 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 السيلندر هذا، يعني راه قلنا بلي هو فيرم، يعني لي شونج ديال كونش دو شالور كتساوي زيرو و ترانسفورماسيون ريفيرسيب. اذا خصني نبدا بلي ترانسفورماسيون كي داير، راه ايزونتروبيك حيت اديابيتيك ريفيرسيب. ترانسفورماسيون ايزونتروبيك يعني راه اديابيتيك اي ريفيرسيبل. فهنا الى كان اديابيتيك ريفيرسيبل شنو هي الفارياسيون، يعني البروميير برينسيپ. البروميير برينسيپ اش كيقول لي البروميير برينسيپ ديال الثيرموديناميك، ان الفارياسيون ديال انرجي انترن ما بين ليتا ا وليتا ب هنا ما بين ليتا 1 وليتا 2 اش كيساوي لي هو لو ترافاي ايشونج انتر ليتا 1 وليتا 2 بلوس الكوانتيتي دو شالور ايشونج اونتر ليتا 1 وليتا 2. هنا لاحظ معايا بلي ترانسفورماسيون اديابيتيك يعني هادي زيرو. بالنسبه للبروميير لوا دو جوج كيقول لك دلتا او او كور ديال ترانسفورماسيون، هاد دلتا او لي شونج ديال الكوانتيتي ديال الفارياسيون ديال انرجي انترن. لا الفارياسيون ديال انرجي انترن انطلاقا من البروميير برينسيپ دو لا تيرمو دو البروميير لوا دو جوج كيقول لك، كيقول لك بلي هي سي في، ولكن داك سي في شنو هي الكاباسيتي كالوريفيك. هنا راه دخل لك ام يعني سي في ام، هنا دخل لك داك ام يعني كاباسيتي يعني الشالور مولير، يعني تخدم انت بالشالور مولير يعني ان سي في ام فوا دلتا تي. مزيان، هذه هي دلتا او. وهنا لاحظ معايا اش كتساوي، هنا من الاحسن نرجعو فهنا لاحظ معايا بلي ولا هنايا دي ديال تي اش غادي تكون. هنا خصنا نحسبوا دي ديال تي هي الاولى، ما علينا. هانتي دي ديال تي ما بين لي طاو لي طاو هي ناقص ولا هي ان سي في ام دي تي. الا مشيتي هنا درتي لانتيغرال فغتلقى ديال طاو اون تلاقى من البروميير لوا دو جول راه هي ان سي في ام فوا دلتا تي. دلتا تي هي تي دو ناقص تي ان. وبالنسبه لو طرافاي او كور ديال هاد الترانسفورماسيون هذا اش غيساوي ليا دي ديال يعني الفارياس او الفارياسيون دو طرافاي ما بين واحد وجوج هي ناقص بي اكستيريور فوا دي دو في. ولاحظ معايا راه قال لك من مورا مباشره من ليطا انيسيال اش كيولي البريسيون كونستون كيولي هو بي دو. اذا هنايا غنخدم ب بي دو حيت راه البريسيون ما كيتبدلش مورا ليطا انيسيال مباشره. اذا هنا غندخل بلانتيغرال يعني لو طرافاي ما بين ليطا 1 وليطا 2 راه هو ناقص بي دو في لانتيغرال دي في ما بين ليطا 1 وليطا 2. يعني هو شنو، هو ناقص بي 2
هنا عامل في دو ناقص في ان. وهنا غادي نطبق البرومييغ برانسيب دو لا تيرموديناميك، يعني هذه كتساوي هذه، وغادي نديرهم دابا كيتساوا. يعني دلتا U شنو هي؟ هي ان سي في ام. هنا شنو هي دلتا تي ما بين لي طا ان ولي طا دو؟ هي تي دو ناقص تي ان. اش كتساوي ليا؟ هي ناقص بي دو عامل في دو ناقص في ان، ناقص بي دو عامل في دو ناقص في ان. اذا بالنسبه ليا انا علاش كنقلب؟ كنقلب على تي دو. اذا هنا غادي نشرح ان سي في ام فوا تي دو ناقص ان سي في ام فوا تي ان. اش كتساوي؟ راه هي ناقص بي دو هنا عامل في دو ناقص في ان. ياك هنا غادي نرجع هنا، لاحظ معايا انا كنقلب على تي دو. اذا هنايا تولي لي ان سي في ام تي دو. ندي داكشي لاخر الطرف الثاني اش كيساوي؟ هو ان سي في ام تي ان، وهنا ناقص بي دو عامل في دو ناقص في ان. هنا يعني ما عطانيش، هو عطاني سي في ام وعطاني لي بريسيون. اذا بالنسبه لهنا غادي نخدم بلي بريسيون. يعني بالنسبه لهنا ناقص بي دو هنا راه معمل ليا بالتي ان، اذا هنا خصني ندخل تالي تومبيراتور صافي. الا بغيت من هنا في دو، يعني باش نخرج في هاد ليكسبرسيون بالضبط. يعني هاد في دو هادي شنو هي؟ حنا عندنا غاز بارفي، يعني بي في كتساوي ان ار تي. يعني من هنا الا بغينا داك في غيكون هو ان ار تي على بي. اذا غادي نبدل هنا فتولي ليا هاد في دو هي ان ار تي دو سور بي دو، ياك. وعادي تولي ليا ناقص داك في ان. شنو هي في ان؟ راه هي ان ار تي ان على بي ان. باش ندخل لي بريسيون، حيت لاحظتي هنا ما كاينش لي فوليوم. يعني هنا دابا غادي نشرع تولي ليا هنا ان سي في ام تي دو كتساوي ليا ان سي في ام تي ان. هنا نشرع هنا بي دو مع بي دو يعني مشات واحد، يعني كتبقى ناقص ان ار تي دو، وهنا ناقص مع ناقص هي زائد. هنا بي دو على بي ان يعني ان ار تي ان، وهنا بي دو على بي ان. هادي فيها تي دو ديال الطرف الثاني غتولي ليا ان سي في ام تي دو، هنا ناقص ان ار تي دو ديال الطرف الثاني تولي زائد ان ار تي دو. اش كتساوي ليا في هاد الطرف؟ هنا عندي عوامل مشتركه، مثلا عندي ان وعندي تي ان، ياك ان تي ان ان تي ان. غادي نعمل بهم، غتولي ليا هنا ان تي ان عامل. هنا من عملت بان تي ان شنو بقات؟ بقات سي في ام. هنا من عملت بان تي ان شنو بقات؟ بقات ار بي دو على بي ان زائد هنا ار بي دو على بي ان. هنا غادي نشوف هنا شنو عندي. لاحظ معايا بلي هنا عندنا معملة في الطرف الثاني، هنا ان ان ان، يعني هاد ان راه ممكن تختزل، هي ان مع ان مع ان. يعني بالنسبه ليا هنا اش غيولي هادشي؟ هنا سي في ام تي دو تي دو نعملو بتي دو. الا عملتي هنا بتي دو شنو غتبقى؟ سي في ام. ولا عملتي هنا بتي دو غتبقى ار. اش كتساوي لينا؟ راه هي تي ان هنا عامل شنو؟ سي في ام زائد ار تي بي دو على بي ان. هنا عندنا سي بي ام. سي بي ام كي داير حصل على سي بي ام قسم على سي في ام. ما علينا، حنا نشوفو هادشي كيفاش غيخرج. يعني بالنسبه للتي دو هنا غادي نقسم، غتولي ليا هي تي ان مقسوم على سي في ام بلس ار. هنا نوريك هادي من جات، هاد سي في ام بلس ار، حيت هنايا غادير المطابقه ما بين هادي وهاد. عامل شنو؟ سي في ام زائد ار تي دو على بي ان. شوف وصلنا لهاد المرحله، لاحظ معايا هادشي اللي داخل القوس هنا، سي في ام زائد ار بي دو على بي ان. ها هو اللي هنا، هنا كاينه تي ان في البسطه، تي ان المقام بدل، هنا كاينه سي بي ام وهنا كاينه سي في ام زائد ار. غنشرح ليك، عندنا الغولاسيون دو ماير ما خصكش تنساها. دابا هنا فهمتي خصك تفكر فين غادي تخرج وكيفاش غادير تخرج في النتيجه. اذا بالنسبه للغولاسيون دو ماير كيقول لك هذه بالنسبه لي شالو مولير، يعني هنا سي بي ام ناقص سي في ام كتساوي ار. يعني من هنا شنو هي سي بي ام؟ راه هي ار بلس سي في ام. اي هاد ناقص سي في ام ديتها الطرف الثاني. يعني بالنسبه للتي دو هنا اش تولي ليا؟ هاد سي في ام بلس ار هي سي بي ام، يعني هي تي ان مقسوم على ار مقسوم على سي بي ام
عامل شنو؟ سي في ان زائد ار تي بي 2 على بي. وهذا هو ليكسبرسيون ديال تمبيراتور تي 2. وقال لك اون دودوير لا فالور فينال لو فوليوم فينال في 2. وقال لك جبد ليا الفوليوم فينال في 2. اذا نجي نجبدوا الفوليوم فينال في 2، عندنا غولاسيون دو غاز بارفي. اش كتقول لينا؟ كتقول لك بلي بي فوا في كتساوي ان اف تي، ولكن ان ما عندناش، ان عاد نحسبوه، يمكن نحسبوه من داك ليطا انيسيال، حيت النومبغ دو مول ما كيتبدلش. هنا بي 2 فوا في 2 كتساوي ان اف تي 2. اذا انطلاقا من هنا بغيت ان اف في 2 اش غيساوي ليا؟ راه هو ان اف تي 2 على بي 2، ان اف تي 2 على بي. اذا بالنسبه للفوليوم في 2 اش غيكون؟ هو ان اف على بي 2. وشنو هي تي 2؟ راه هي تي 1 هنا مقسوم على ايش؟ على سي بي ام مقسوم على سي بي ام. هنا عامل هنا تي بي 2 تي 2، هنا هي تي 1 على سي بي ام كتبتها، هنا بقات سي في ام هنا زائد بي 2 على بي 1 فوا ار. لاحظ معايا هنا ممكن ما ندخلش النومبغ دومون، انا شنو عندي؟ عندي بي 1 فوا في 1 كتساوي ان اف تي 1، وعبدل هاد ان اف تي 1 باش بي 1 فوا في 1. يعني هذه هي بي 1 في 1 مقسوم على بي 2 سي بي ام عامل شنو؟ سي في ام زائد بي 2 على بي 1 فوا اف. اذا هذه شنو هي؟ هذه هي الفوليوم في 2. اذا هنا عندي لابليكاسيون نيميريك، عندي القيم ديال كلشي هنا. شنو يكون عندي؟ الفوليوم في 2 هو بي 1 فوا في 1. بي 1 شحال القيمه ديال بي 1؟ واحد بار اسحولو، الا كان لاحظ معايا بلي بي 1 وبي 2 بجوج بالبار، وهنا مقسومين على بعضهم بلاش ما تحول. اذا هنا واحد بار مضروب في الفوليوم في 1. في 1 شحال عطاه لينا؟ في 1 هو 5 لتر، ضروري تحولوا للمتر كيوب 10 اس ناقص 3 مقسوم على بي 2. بي 2 عطا لينا 5 بار، هنا واحد بار مع 5 بار، البار مع البار مشى. هنا في سي بي ام، سي بي ام عطا لينا هي 5 على 2 ار، ما حسبهاش لينا. اذا غنحسبوها حنا 5 على 2 ار، وحنا ار راه كنعرفوا بلي 8.32، يعني 5 على 2 في 8.32 هي 20.8. وهنا مضروبه فاش؟ سي في ام هي 7 على 2 ار، يعني هنا 7 على 2 في 8.32 هي 29.12. وهنا زائد بي 2 هي 5 بار، و بي 1 هي 1 بار، مضروبه في ار اللي هي 8.32. اذا هنايا غادي نجي ندير لابليكاسيون نيميريك، وغنحسب هنا 5 في 10 اس ناقص 3 مقسوم على 5 الفوق 5 في 10 اس ناقص 3 مقسوم على 5 في 20.8. هنا مضروب فاش؟ في 29.12 زائد 5 في 8.32 مقسوم على 1. القيمة العددية هي 3، الفوليوم في 2 هي 3.4 10 أس ناقص 3 متر كيوب. عاد 10 أس ناقص 3 متر كيوب شنو هي؟ هي الليتر. يعني في 2 هي 3.4 لتر. إذا هذا هو الفوليوم في 2، نكتبو عندي هنا نخليه في 2 3.4 لتر. ندوزو للسؤال الثاني اللي قال لك ديتيرميني لي زيكسبريسيون دو لا فارياسيون دو لونتروبي دلتا إس و لونتروبي إيشانج يعني ال S E E دو لونتروبي كري أو كور دو سيت كومبريسيون رابيد. رابيد يعني راه ريفيرسيبل، يعني S كري أو كور دو سيت كومبريسيون رابيد. إذا نجبدو لونتروبي و لونتروبي إيشانج و لونتروبي كري، حنا كنعرفو بيناتهم واحد العلاقة. بالنسبة للسؤال الثاني هنا كيداير ترانسفورماسيون، ترانسفورماسيون اديابيتيك. اذا بالنسبه ليا هنا كنعرف بلي لونتروبي دلتا اس كتساوي ليا لونتروبي ايشانج، ولا كنقول لونتروبي ريفيرسيبل بلس لونتروبي كري، وهي هي لونتروبي اي ريفيرسيبل.
يعني من هنا الا جبت جوج وتقدر جبت ثالث صافي. نبداو حنا مثلا بالانتروبي اي شونج يعني الريفيرسيبل. لاحظ معايا بلي الانتروبي اي شونج اش كتساوي ليا؟ هي لانتيغرال ديال اش ديال الكوانتيتي دو شالور ريفيرسيبل اي شونج مقسومه على واحد التمبيراتور اي شونج فوا هنا دي. المهم لانتيغرال ديال دي ديال تشكي. ولاحظ معايا بلي هنا عندنا حنايا الفارياسيون ولا التغير ديال اش ديال الكوانتيتي دو شالور كيساوي زيرو حيت راه فيرمي صافي. فيرمي يعني راه ترانسفورماسيون اديابيتيك يعني هادي شحال اللي كيتبادل متبادل الايشون شحال زيرو. الا كانت هادي زيرو زيرو على تي زيرو لانتيغرال زيرو شحال هو زيرو. اذا هنايا لونتروبي كري راه هي زيرو جول على كيلفن. نشوفو دابا لونتروبي دلتا اس. دلتا اس شنو هي؟ لانتيغرال ديال دي ديال تشكي ما تقول لا ريفيرسيبل لا والو مقسوم على التي. هنا دي ديال تشكي نبدلو بالديفيرونسيال ديالو. هنا راه كاس بارفي يعني لانتيغرال ديال اش ديال ان سي في ام ياك فوا دي تي بلوس هنا ال فوا دي في و ال راه هو بي. هنا بي فوا دي في هادشي مكامل مقسوم على اش على تي. اذا هنايا دي تي على تي هنا بي على تي دي في. هنا التمبيراتور راه ماشي كونستون يعني بالنسبة لهنا خصني نحسب ضروري لانتيغرال. يعني هنا نفرق عليه لانتيغرال يعني هنا ان سي في ام كونستون لانتيغرال ديال اش دي تي على تي وهنا زائد بي لانتيغرال ديال اش بي دي في على تي. انا شنو كنعرف على بي؟ بي فوا في كتساوي ان ار تي يعني كتساوي ان ار تي على في. هذه هي بي. يمكن لي نعوضها هنا بان ار تي على في يعني بالنسبة ليا هنا غتولي دلتا اس هي ان سي في ام هنا راه من واحد لجوج. وشنو هو لانتيغرال ديال دي تي على تي؟ هو الالان ديال تي من اش من تي ان لتي دو. هنا زائد شنو هي داك بي على تي؟ مثلا بغيت انا بي على تي كنعرف بلي بي في كتساوي ان ار تي يعني بي على تي اش غتساوي ليا؟ هي ان ار على في. اذا هنا ان ار كونستون غادي تخرج وهنا يبقى لانتيغرال من واحد لجوج ديال اش ديال دي في على في. اذا هنا الفارياسيون ديال لونتروبي دلتا اس اش كيساوي ليا؟ هنا ان سي في ام هنا غنعوض الالين ديال تي دو ناقص الالين تي ان هو الالين ديال تي دو على تي ان. هنا زائد ان ار لانتيغرال دي في على في شنو هو؟ الالين دو في من واحد لجوج يعني هنا الالين ديال في من في ان لفي دو. يعني بالنسبه ليا هنا دلتا اش كتساوي ان سي في ام الالان ديال تي دو على تي ان هنا زائد ان ار الالان ديال في دو ناقص الالان دو في ان هو الالان ديال في دو على في ان. وهذا هو ليكسبرسيون ديال اش ديال لونتروبي دلتا اس. قالينا غير لابليكاسيون نيميريك غادي نديروها هنا. دلتا اس شحال كتساوي؟ اذا هنا دلتا اس هنا ان احتاجينا ان ان لا بغينا نحسبوه كنعرفوا بلي بي ان فوا في ان كتساوي ان ار تي ان يعني من هنا ان هي بي ان فوا في ان على تي على ار تي ان. وهنا نحسب بي ان راه عطاها ليا هي واحد بار يعني 10 اس 5 باسكال مضروب في في ان اللي هو 5 لتر يعني 5 في 10 اس ناقص 3 متر كوب مقسومه على ار اللي هي 8.32 مضروبه في التمبيراتور اللي هي 300 كيلفن كتعطيك هي 0.2. اذا بالنسبه للنومبر دو مول ان يساوي 0.2 مول. وهنا اجي عوض يعني ان باش تعوضها ب 0.2 مضروب في سي في ام. سي في ام هي 5 ار على 2 الا ضربتي 5 على 2 في 8.32 عطاتك سي في ام. سي في ام شحال هي 20.8. هنا الان ديال اش ديال تي دو على تي ان. حنا تي دو ما حسبناهاش ياك ولكن عندنا تي دو عندنا في دو. اذا بالنسبه للتي دو راه هي بي دو في دو على ار تي على ار صافي على ان ار.
وحسب هنا بي 2 بي 2 شحال هي بي 2 بي 2 هي 5 بار تما يعني 5 في 10 اس 5 وبالنسبه لفي 2 هي 3.4 في 10 اس ناقص 3 متر كيوب مقسومه على ان ديال 0.2 ار ديال 8.32 نحسبوا القيمه هنايا ديال هذا يعني 5 في 10 اس 5 نضرب في 3.4 في 10 اس ناقص 3 مقسوم على 0.2 في 8.32 القيمة ديال التمبيراتور شحال هي هي 1.02 هنا ما يمكنش التمبيراتور تخرج صغيرة بحال هكا لا كاين شي غلط ها هو واحد الاوكاري هنا دابا نقبولة التمبيراتور تي 2 هي 1021.63 كيلفن اذا هذه بالنسبه للتمبيراتور تي يعني هنا الان ان ديال تي 2 على تي 1 والتي 2 راه هي 1021.63 مقسومه على تي 1 بالنسبه للتي 1 شحال هي 300 وهنا زائد ان ار ان هي 0.2 و ار هي 8.32 الان ديال في 2 اللي هي 3.4 بالليتر تا في 1 خصها تكون بالليتر باش الليتر مع الليتر مشى في 1 هي 5 اذا هنا غادي نمشيو نحسبوا هذا الشيء هذا وغادي تخرج لينا شحال هي لونتروبي ديالنا 0.2 في 20.8 في الان ديال 1021.63 مقسوم على 300 كيلفن هنا زائد 0.2 مضروب في 8.32 في الان ديال 3.4 مقسوم على 5 القيمه هي 4.45 4.45 كيلفن على الجول اذا هذه هي لونتروبي ديالتنا عندنا لونتروبي وعندنا لونتروبي كري شنو نقدر نجبد لونتروبي ايشونج يا اولا لونتروبي هذه لونتروبي كري عندنا ولونتروبي تاعي عندنا نقدر نجبد لونتروبي هذه راه لونتروبي ايشونج كنكتبها انا قبيله راه حسبنا لونتروبي ايشونج حيت الكوانتيتي دو شالور ايشونج كتساوي زيرو هادي راه ايشونج متبادلة اذا بالنسبة لي انا اش كنعرف كنعرف بلي دلتا اس كتساوي لي يعني الفاريسيون دو انتروبي كتساوي لونتروبي ايشونج بلوس لونتروبي كري جبت هادي وهادي نجبد دابا لونتروبي كري يعني من هنا شنو هي لونتروبي كري هي لونتروبي دلتا اس ناقص لونتروبي ايشونج ياك ولاحظ معايا دابا هنا بلي هاد لونتروبي ايشونج هي زيرو اذا بقات لونتروبي كري هي نفسها الفارياسيون دو لونتروبي اللي شحال القيمه ديالها 4.45 كيلفن على الجول هنا طلب منا شنو هذا الثاني اذا شي سؤال ثالث السؤال الثالث قال لك ايفيكتيف لي كالكول نوميريك اي كونكلو سور لا ناتور دو لا ترانسفورماسيون حنا ما كانش خصنا نحسبوا خصنا نعطيو غير اكسبريسيون كل وحده فيهم حنا حسبنا صافي حنا مشينا وحسبنا ودرنا الشغل ديالنا يعني تعطي غير اكسبريسيون ثلاثه عاد قال لك حسب المهم حنا حسبنا من حسب من بعد ما تحسب يعني قال لك ايفيكتي لي كالكول نوميريك اي كونكلو سور لا ناتور دو لا ترانسفورماسيون من بعد عطاني لا ناتور ديال ترانسفورماسيون ملي كتسمع لا ناتور ترانسفورماسيون يعني واش ريفيرسيبل ولا ايريفيرسيبل ايريفيرسيبل ولا ايريفيرسيبل شنو كتحدوا لينا هي داك لونتروبي كري لونتروبي ايريفيرسيبل يعني الا كانت هذه كتساوي زيرو فراه ريفيرسيبل كانت هذه اكبر قطعه من زيرو راه ايريفيرسيبل شنو كنلاحظوا حنا بلي لونتروبي كري راه اكبر قطعه من زيرو يعني كي دار هاد ترانسفورماسيون ترانسفورماسيون راه ايريفيرسيبل صافي راه ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل اذا هكا كنكونوا سالينا الحصه ديالنا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للثيرمو ديناميك